يا با بدي بنطلون زي ابن صفي، يا با بدي بوت زي ابن جيراننا، يا با بدي بسكليت زي اللي مع ابن صفي، يا با بدي اواعي جديده كلها زي اللي مع ابن صفي وابن جيراننا. يا با خليني اشوف البرنامج برعايه مين عشان جيب لي زيه ابن صفي. باي يا با، باي. مشاهدين، نحن متواجدين في اوبتيكا نزار، راح نكون مع الاوبتومترست نزار عفاني. مرحبا. يا هلا، اهلين، اهلا وسهلا فيكم. يا اخ نزار، بدنا اليوم هيك بالبدايه، كيف شايف اجواء رمضان السنه؟ والله الحمد لله، يعني السنه سهل مش زي ما توقعنا، كنا نفكر انه يكون اصعب، اما الحمد لله ماشي حاله ممتاز. احنا متواجدين في غرفه الفحص عندك، فحابك تشرح لنا هون. شفت انا اجهزه على جهاز واحد، فشو هون متواجد؟ تشرح لنا شوي. هون عندنا هاي الوحدة مكونة من 3 أجهزة، طبعا في عدة أجهزة، كل جهاز له الشغل تبعه يعني، أو الفحص اللي بنعمله فيه. هون عندنا هذا الجهاز بسموه سليت لامب، يعني هذا بفحص العين من جوا، بفحص لما نحط عدسات لواحد، من نفحص العدسة كيف هي موجود، كيف متواجدة على العين، على القرنية، إذا في إشي مذايك، إذا في جرح في القرنية، كل الأشياء اللي ممكن تأثر على العين، أو ممكن تكون إصابة معينة أو إشي. وإذا منشك إنه في إشي مش مزبوط، طبعا منحول الواحد عند دكتور العينين. نيجي للجهاز الثاني، هذا الجهاز بسموه جهاز للميبوي الكرنيت. هذا الجهاز عمليا بيعمل، بيصور لنا القرنية وبيعطينا كل نقطة في القرنية شو كياساتها، شو الكياسات تبعتها. هذا بيساعدنا كثير في 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 تشخيص حالات معقدة من المبنى تبع القرنية اللي هي بتحتاج لعدسات لاصقة، اللي هي نقول مش لحالات عادية، يعني خاصة مثلا مرض اللي اسمه كيراتوكونوس، اللي هو كتحدب في القرنية. لما في عنا تحدب في القرنية عدسة عادية طبعا بتفيدناش. هذا الجهاز بيعطينا بشكل دقيق كل نقطة في القرنية زي ما احنا شايفين هنا في الشاشة، بيعطينا كل المواصفات، حتى انه هنا في عنا بيعطينا في 3 ميماد كيف مبنى القرنية بالضبط موجود. يعني بيعطيك صورة ثلاثية الأبعاد للقرنية، صورة ثلاثية الأبعاد. خلينا نشوف هيك، شايف مثلا هون بيعطيني، شايف بيعطيني صورة بالضبط كيف القرنية مبنية، شايف كيف هاي القرنية موجودة لشخص، القرنية لشخص معين موجودة اللي عنده هاي المرض اللي اسمه كيراتوكونوس. مبنى ببين كيف التحدب، شو اللون الاحمر بيعطينا طبعا بالضبط شو اللون، هذا بيعطينا قديش حادي هون النقطه، وترى قديش في متناقضات فيها. فهون انت مجبور تحط عدسه اللي هي خاصه جدا لهي الحالات. طيب الجهاز الثالث هذا بسموه ريفراكتوميتر، هذا الجهاز هو بفحص عمليا النظر، يعني بيعطيني قياس النظر. بس احنا ولا مره بنركن على جهاز، لانه الجهاز ممكن يزيف يعني، فانا بقدرش، انا يعني انا كاوبتومتريست بقدرش اجي استميخ هذا الجهاز. لازم اني اعمل الفحص العادي، يعني زي ما كان نعمل دائما افحص، اذا هو هذا بيعطيني تقول انديكاتيا انه يعني كيف ابدا، او يعني بعجل شوي من الفحص. اما الفحص المهم جدا انه الواحد يعمل فحص يدوي، هو الفحص الاساسي يعني. هو الفحص الاساسي وهو الفحص النهائي. بدون هذا بنفعش الفحص يعني. في يعني للاسف في مرات في ناس بتيجي بتعمل فحص بس على الكمبيوتر، هذا ما ماشي غلط يعني، بفدش يعني. فدائما مستحب انه الواحد انه يعمل على الشكل اليدوي، وهذا هو. في هاي الاجهزه انا بذكر كنا هذيك السنه، هاي كل اجهزه جديده، هاي اجهزه جديده اللي قبل بس الاسبوع الفائت يعني ركبتها. هذا كلياته جديد، طبعا في جهاز واحد اللي هو كان عندي قديم، اما الباقي كله جديد. احنا
بنعم كلك شكرا لك ورمضان كريم. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، ونحب نحيي كل أمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج وقف تقولك. موضوع حلقتنا لليوم موضوع عم بسبب عبء مادي على العائلات، موضوع الملابس والماركات العالمية. اليوم الأولاد والشباب عم بطلب من أهليهم بدي البوت الفلاني، البنطلون الفلاني، والبلوز الفلانية. تقريبا إذا الولد بده يكسي ابنه، ففي المطالب اللي بده إياها ابنه راح يوصل نص معاشه، إذا استثر بقى معاشه. فتخيل واحد عنده ولدين ثلاث أربعة، وكل ولد بده من هاي الماركات العالمية. ليش؟ لأنه شاف ابن صفه لابس هيك، لأنه شاف ابن جيرانه صايف هيك، لأنه شاف ابن حارته لابس من هاي الماركات العالمية. عشان هيك إحنا بدنا نشوف رأي الناس، ونشوف ونحاول نلقى مع الناس حل لهي المشكلة إذا قدرنا نلقى حل. عشان هيك تابعونا في حلقتنا اليوم مع موضوع الماركات العالمية والملابس. ما شاء الله. رحنا حالك؟ شو أخبارك؟ بدنا نسألك اليوم، احنا بنسأل برنامجنا الأسئلة الاجتماعية، وسؤال اليوم عن موضوع النواعي اللي هي صارت يعني بتقول متجين ماركات عالمية، فشو رأيك فيها؟ هل لازم واحد يلبسها ولا يقدر يلبس شيء ثاني؟ شو رأيك؟ مش تكاليف زيادة؟ لا شو تكاليف زيادة؟ شو عم يعني مش مهم ال... لا مش مهم ال... طب وين بتشوف الاولاد اللي بضلوا بقول لاهاليهم بدنا زي ابن صفه ابن جيراننا وبيشتروا هالاواعي اللي هي ما هي اسمع هو حسب الاهل، يعني في ناس بتقدرش تشتري وفي ناس اللي ما حدش اما اختار واحد اختار العبو يقول له بدي زي ابن صفه زي جاره بزبطش معه. طيب وشو رايك في حلويات المطبوخ؟ والله شكرا الله على اسمه. بالنهاية نقول لك رمضان كريم، رح نعطيك هدية نقدم لك من حلويات ونطوم نقول لك كل عام. السلام عليكم. السلام عليكم. عرفنا حالك؟ مراد الأبيض. يعني أعتقد إنه هذا تكيف على الأهل، وخاصة في الظروف اللي بمر فيها، يعني الناس بتمر فيها ظروف اقتصادية اللي هي حاليا عايشينها، فأكيد رح يكون هذا تكيف عليهم. شو رأيك وين ممكن نلاقي حل؟ كيف نلاقي حل؟ يعني في الوقت الحالي بعتقد إنه صعب شوي. ايش حل المره؟ ما فيش حل. نعم كلك رمضان كريم، رح نعطيك هديه مقدمه لك من حلويات الطور وكل لك كل عام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عرفنا حالك؟ رائد حسين عبادي. اخر رائد قاعدين اليوم نسال في برنامجنا سؤال بيحكي عن اللباس اللي اصبح موضه بالماركات العالميه، يعني اليوم صارت الشباب تحب او الاطفال حتى يدوروا على الماركات العالميه، وين في شيء معروف يلبسوه، وهذا بيعمل عبء على الاهل، شو رايك في الموضوع؟ مزبوط، هذا الاشي بيزيد على كاهل الاهل، والواحد يلا الا ساتر حاله، ولما بيجي كمان شغلات اضافيه ورمضان والاشي بصير صعب. برايك انه في الاولاد صار يغاروا من بعض، يعني بشوف ابن صفه لابس هاي الشغله فبده اياها. مزبوط. شو برايك الحل؟ الحل لازم توعيه للاهل انهم يفهموا اولادهم انه انا اشي بقدر عليه واشي بقدرش عليه، اللي ما بقدر عليه ما بقدرش اني اجيبه. في النهاية نقول لك رمضان كريم، ورح نعطيك هدية مقدمة لك من حمادة سبليس بوضة من عند حمادة، وشكرا لك. العفو، مشكورين. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفنا حالك؟ فريد بسالمي. مزبوط، هاي موضة والناس بحبوها وبدك تتكيف، مع أنه يعني بالأساس أنه هي بكتش وبكانك بالعشر سنين عايشين من دونها، اليوم صارت من متطلبات الحياة وإحنا عايشين معها وإحنا عايشين مع الموضة، فش إيش تسوي؟ يعني هاي الموضة هي يعني راح تزول ولا هاي شو وضعها؟ لا يعني إحنا من قبل 20 سنة إحنا شو ما بسوي الغرب إحنا بنساوي، بلبسوا أصفر بنلبس أصفر، بلبسوا أخضر بلبسوا أخضر، والموضة بتبدأ من فرنسا وبتبدأ من أوروبا، وما تشوف ما بتيجي لورو، يعني إحنا بنمشي حسب الموضة وتشوف ما بتصل عنا إحنا بنصلها. الملائم لكل شخص، أنا بعتقد أن الملائم لكل شخص، أنه قضية الملابس زيها زي باقي القضايا، بعتقد أساسها من البيت من الأهل، ثقافة من عند الأهل، إذا ببلشوا يحلوا مشاكلهم اللي أكثر أساسية بقدروا وصلوا لهاي
النقطة وحلوها زيها زي باقي الأشياء، لأنه هي يعني دمار دمار، خلينا نقول بين قوسين دمار ثقافتنا ونحطات شبابنا. هو ما بيجي بيبدأ بهالنقطة الرئيسية هي الملابس، لا أبدا، هي من ضمن الأشياء، من ضمن الأشياء اللي هي تبكى من المؤثرات. وعدا عن ذلك إنه هاي الملابس قضية إنه فيها ضغط اجتماعي، يعني الأولاد بطلع بعض فها بتسبب المشاكل، زي ما هي جرزاي زي ما هو بوت، وهذا الاشي بس سلبا 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 سلبا. وعدا عن ذلك الأهل اليوم مستعدين، مستعدين إنهم يعني دينوا حالهم ويشدوا على حالهم قد ما بيقدروا على أساس إنه ابنهم يبكى شكل من ابن الناس. فمعناها من هنا بتبدأ المشكلة وبتضلها متشبلة. وهذا إيش بأثر اقتصاديا على العائلة؟ طبعا 100%. بنعم نقول لك احنا رمضان كريم، رح نعطيك هدية مقدمة لك من حلويات النطور، ونقول لك رمضان كريم. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا. مرحبا. مرحبا. عرفنا حالك؟ ترى معزب. إيه قبل ما نسألك أي شيء، شو ببغاء ولا توكي ولا شو؟ سنتين ببغاء توكي. ببغاء توكي؟ يعني أبوه ببغاء وأمه توكي؟ لا، سيدو ستو. سيدو ستو. شو اسمه؟ ايش اسمه؟ قالوش اسم؟ شو يعني علاقتك فيه؟ بتربيه ولا بس هيك بتسلع؟ روح اوديه عشان نكسكس له ظفريه. عشان ايش؟ عشان نكسكس له جناحيه عشان يطرش. عشان ما يطرش؟ اه. زلمه بدك تكسكس له جناحيه. اه ولا شو لازاوي؟ لا عادي كلش. يعني شو يعني فيش كل واحد بلبس كاسترو وايش؟ بلبس الاشياء الماركات العالميه. اه. جناحيتك عادي بالنسبه لك؟ اه عادي. تنصح الشباب اللي كل واحد يشوفه بده يشتري يعني. اه. احنا في النهاية بنقول لك رمضان كريم. الله يعطيك. هاي طبعا صنعت في البلاد، هاي طبعا هي مش ماركة عالمية بس هاي ماركة للبرنامج، ورح نعطيك هدية بنقول لك رمضان كريم، مقدمة طبعا برعاية محطة وقود ديزل. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا حالك؟ الله يرضى حالكم من كفر قرع. هاي اشي غلط جدا، فاهم؟ اشي غلط جدا. متقيم مش متقيم، هاي كلياته انا بالنسبه الي اشي يعني اشياء فرطه. شو الفرق بين المتقيم والملابس الثانيه؟ بس بيختلف ايش؟ بس السعر. اما من ناحيه اخوت لا. شو بتنصح انت؟ بتتوجه تنصح الاهالي ولا الاولاد؟ لا الاهالي. الاهالي ما يسمعوش لاولادهم كل شيء شو بدهم. هذا احنا بنقول لك رمضان كريم، ورح نعطيك هاي الهدية مقدمة لك من برنامجنا من محطة وقود ديزل. بنقول لك شكرا لك. اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله انه الله بيدعو علينا بسلام وخير وبركة يا رب يا الله. وايضا بنعطيك هدية مقدمة لك من ابناء المرحوم ابو رياض بسرية. بنقول لك كمان من رمضان كريم. الله كريم ورمضان كريم والله اكرم، وكل عام وانتم بخير، والفاتحة لروح ابو رياض. مشاهدين احنا موجودين في حماده بليس، اطيب محل بوضه في كل القرى، وراح نشوف هنا مجموعه اولاد موجودين هون، نسالهم عن موضوع حلقتنا لليوم. تعرف عن ايه؟ عمود مجدي خلاص. مش مهم. مش مهم؟ مش مهم. طب انت شو بتعرف شركات بتحب تلبسها؟ بولو ولاكوست وتومي وماركتا وخلص. وانو بجيب لك اياها؟ المربوط. بتعرف قديش حكين؟ لا. عارف ايش؟ بتعرف شو غاليات ولا ارخاص؟ بس بعرف بس غاليات. بتعرف انه غاليات؟ اه بس كنت يعني الكابتن 300 ورد 300. اه هيك بتعرف انت؟ بتحب تلبسها؟ اه. طيب واذا جبنا لك اشي عادي بتلبسه ولا لا؟ اه. اه برضه بتفرقش معي؟ اه. طيب حلو. احنا طب شو رايك في بوضه حماده؟ هسه اكلت. هسه اكلت، كيف رايك؟ شو رايك؟ منيحه. طيب احنا بنقول لك رمضان كريم، رح نعطيك هديه كمان مره من عند حماده. شكرا. تعرف عليك؟ انا ابراهيم هيثم احمد. انا مش مهم يطلع لي. يعني مش مهم الشركه؟ ليش؟ بعرف شيء كل يوم كمان شو يطلع لي. يعني انت بتحب تلبس اواعي حلو بس مش مهم شو نوع الشركه؟ شو رايك ببوضه حماده هون؟ مليحه زادت كثير، عشان انا بفضل كل الناس يجوا عشان كثير كثير زاد. حلو كثير. وانا طبعا من برنامجنا ومن عند حماده رح نعطيك هديه مقدمه لك من حماده سبليس، ونقول لك رمضان كريم. شكرا.
مرحبا. مرحبا. شو اسمك؟ محمد. محمد ايش؟ محمد رافع عسل. شركات معروف. زي ايش؟ زي كاسترو. بس من هذول. وإذا جبنا لك إشي عادي بتلبس ولا لا؟ بلبس. يعني بتحب تلبس هيك وهيك. ومين أنا بجيب لك إياهن؟ إبني. وهذول غاليات ولا خاص؟ غاليات شوي. غاليات شوي، طيب حلو كثير. شو رأيك بالبوضة هون؟ بوضة حمادة أكلت منها؟ بما إنك أكلت منها رح نعطيك كمان هدية من عنده بقول لك رمضان كريم. مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم. بتأمل إنه نحاول نوجد حلول. بس قبل ما نوجد حلول خلينا نفكر كل واحد بينه وبين حاله. ليش لازم ابني او ابن اخوي ولا اخوي يلبس بنطلون حقه 1500 شيكل؟ بيقدرش يلبس بنطلون ابو المية؟ بيقدرش يلبس بنطلون ابو الخمسين؟ ليش لازم انا احط نص معاشي على بس اواعي عشان ابني يشوف حاله زي باقي العالم ما يحسش حاله اقل منهم؟ ليش ما الكل يلبس اشياء اللي هي بسيطة وصدقني بتطلع حلوة عليه؟ مش شرط انه تلبس انت بلوزة ماركة عالمية عشان تبين انك هاي كلاس. بتقدر تلبس بلوزة بعشرين شيكل تبين مش هاي كلاس، اعلى من هيك كمان. عشان هيك هذا الاشي بمخنا هنا، اذا بنقدر نصلحه بنصلح مجتمعنا. بعدين اشي ثاني، هاي بالنسبة للشباب. بالنسبة للبنات، تيجي واحد بتتجوز لازم تروح تستأجر لها بدلي بخمستاشر الف شيكل؟ بدلي بخمستاشر لتلبسها يوم وانت بتقدر تجيبها بمية وعشرين مية خمسين او بمئتين دولار من احلى محل في اوروبا عن طريق الانترنت. عن طريق الانترنت بتقدر يوم تجيب احلى بدله لبنتك. مش لازم انت تثكل وتثكل وتثكل عبء. بكفيش الناس مخنوقه اليوم. مع هيك احنا بنلحق الماركات. وبدله العروس على فكره ملهاش ماركه، ممكن تكون طيب على مصمم محلي ولا مصمم عالمي. بتقدر تجيب من ايطاليا، من باريس، بلد الازياء، احلى بدلات. وهذا الحكي نفس الشيء للعريس. عريس بروح بيشتريها ب 5000 وب 6000 شيكل. على ايش تقدر تشتري بدله اليوم ب 400 وب 500 شيكل وبتعيش كينج؟ عشان هيك مشاهدينا فكروا منيح واقتصدوا ووفروا وبتنجحوا. تصبح على خير. Thank you.